ايس كريم الليمون، كوبايتين حليب مكثف محلى، وانا احيانا بحس ان هم كتير قوي فبقلل، فانا مش هحط الكوبايتين كاملين. 3 كوبايات كريمه حامضه بارده، وممكن نستبدلها بكريم شانتيه مخفوق اللي يعجبكم. الكريمه الحامضه بتدي طعم لذيذ جدا، في ناس ما بتلاقيهاش، في ناس ما بتحبهاش، في ناس بتستغليها، فخلاص باودر كريم شانتيه واضربوه بحيث انه يطلع لنا 3 كوبايات. بشر ليمونه وليمونتين متقشرين بدون الجزء الابيض خالص، عايزين نشيل اللب القشره البيضة دي عشان هي بتمرر. افضل الايس كريم الليمون ليمون اضاليا يا جماعه، ولكن لو الليمون البلدي هو اللي متوفر عندكم مفيش مشكله خالص، هنستخدمه برده عادي جدا. وايس كريم الليمون بالنسبه لي من اكتر انواع الايس كريم اللي بحبها. وعلى فكره لو احنا من الناس اللي بنحب الليمون بتاعنا مزز قوي، ممكن نعمل عجينه بقشر الليمون نغليه على ميه لحد ما يبقى طري خالص، ونعمل بيها ايس كريم بنفس الطريقه دي، بس نستخدم عجينه بدل الليمون، وبشر الليمون بيدي طعم مزز اكتر واحلى بكتير. طيب يلا بينا نشتغل. عندنا هنا اول حاجه، انتوا حاطين لي الكبه الثانيه؟ اه شفتها. عايزين نضرب الليمون نخليه مهروس خالص. يلا بينا. خدنا شويه من الكريمه قد مثلا كوبايه، وخدنا الليمون وبشر الليمون، وانا هاخد الحليب المركز المحلى اللي زي ما قلت لكم مش هاخده كله، انا حاسه ان كله كتير، هكتفي حتى باللي انا خدته ده، لان انا كمان مش مستخدمه كريمه حامضه، ده انا مستخدمه كريم شانتيه هيكون مسكر شويه. هضرب لحد ما احول الخليط ده لكريمه متجانسه تماما والليمون مش باين فيها. زي الفل كده. هجيب بقى الخليط اللي انا عملته ده، هنقل بقيه الكريمه هنا، ايه دي بقيه الكريمه، الكريم شانتيه يعني المضروب، وهاخد الكريمه دي كمان. وادي دي بقى خلطه الليمون، اه على الريحه ليمون قوي، يعني تقدروا تزودوا الليمون على فكره لو انتوا بتحبوا الحاجه ليمون قوي، تقدروا تحطوا له كمان نعناع براحتكم، تقدروا تعملوا ليمون على برتقان، انا بديكم كل الافكار اللي موجوده. ادي كل خليط الليمون اللي عملناه نزلناه على الكريمه، وهنبدا نضرب، وانا افضل انكم تستخدموا مضرب سلك. انا هدوق على فكره، وعلى اساس الدوقان هحدد انا محتاجه اضيف حليب مكثف محلى تاني ولا لا. يلا نضرب كويس جدا. لحد ما احس ان هما خلاص بقوا حاجة واحدة تماما، وده ما بياخدش وقت بيحصل بسرعة. يلا ندوق. ده برضو من انواع الايس كريم الكريمي، لو حد حابب يحط له لون اصفر او لون اخضر خفيف كده عشان يدي يعني لون الليمون براحته، بس انا مش حاسس ان مفيش داعي. مش محتاج سكر خالص، وكويس جدا كمان ان انا قللت الكمية، لان فعلا الكريم شانتيه مسكر فطبيعي هيحتاج احلى. روعه يا جماعه. نيجي بايس كريم الليمون وننزله في العلبه.
شايفين كريمي ازاي؟ ده من الحاجات اللي بتبقى كريمية من الأول عشان احنا مستخدمين كريم شانتيه مخفوق. في ناس اتصلت بتسألنا هل ممكن نبدل الكريمة كريمة الخفق يعني السايلة بكريم شانتيه مضروب؟ والله هي مش بتدي النتيجة الأحلى، ولكن أنا عارفة إن هي غالية قوي على ناس كتير، فما فيش مشكلة اللي حابب يعمل كده يعمل كده، أحسن ما يقدرش يعمل الوصفة خالص أكيد، فما فيش مشكلة اعملوا كده لو محتاجين. نوزع وهاجي كده احط شرايح ليمون على الوش عشان ابقى عارفه ان ده ايس كريم ليمون، وبيدي طبعا شكل مميز، دجاجة تزيين مش اكتر يعني، محدش اكيد هياكل شرايح ليمون كده يعني، بس هي ايه شكل، لان الايس في الصيف الفريزر بيبقى فيه كذا نوع ايس كريم، فيعني ايه عشان تعلموهم عن بعض. وادي ايس كريم الليمون.